الاكثر اللي اكثر هو مدريد. الاخ ديالي كان في حاله يرتلى، وكان جيت في النهار 10 في شهر 3، وهذيك الليله الغد توفى الاخ ديالي. وكان الاخ ديالي تا هو الاخر تا هو كان في المستشفى، كانت في الحاله تا هو ماشي هذيك. المهم توفى الاخ ديالي، وكان عندي الروتور ديالي نهار 17. ومني بداو كيسدوا الحدود مشيت بدلت الفيزا تا نهار 14. ومني مشيت للمطار كشي ما خلاوناش، قال لك تانينا وكاع لي فول وداك الشيء. وكان معايا الدري عنده 7 سنين وتانينا لي فول، وبقينا كنجيرو من هنا. قطعت باش نمشي لفرنسا، وتا هو نفس الشكل، اي باب تنطرقوه كنلقاو مسدود. وكعارف ملي كتكون عندك العائله لهي والزوجه في مدينه برشلونه في اسبانيا، هي في حامل ومع دري صغير عنده 4 سنين، راه كتعرف في الظروف هذه راه ما كاينش، خص يكون معاهم اللي يعاونهم وداك الشيء. هذا هو الجانب اللي خلاني نفسانيا متعصب، ومع على حسابهم هما بجوج ما كاينش اللي يعاونهم. كاين الناس تعاني، وكاين الناس حوامل هنا قربوا في الولاده ديالهم، وراك عارف الظروف صعيبه هنايا. كاين الناس اللي عندهم مرض السكر تقاد لهم الدواء. كاين واحد السيد من سطات حتى هو راه داخل معنا في الجروب، عنده دياليز كيديروا تمايا على حساب الدوله هنايا، راك عارف التكلفه ديال سميتو، حتى هو كيعاني. كاين بزاف، اغلبيه اللي عندهم ولادهم هنايا كاين عندهم 6 شهور، كاين اللي عام، وجاو تاهم على ظروف خاصه. كاين اللي جا على الوالدين مران، كاين اللي جا على باش يصاوب الاوراق لشي حاجه. المهم اغلبيه حنا تقريبا في هذا الجروب اللي شي 170 شخص، كلهم عندهم مشاكل بحالي تقريبا. كنعانيو بزاف، وما حدنا بعاد على ولادنا وعلى سميتو، راه تنعانيو. وتا كاينين الناس اللي الشغل ديالهم كيعيطوا لهم باش يجيو، ما عندهمش دور باش يمشيو. وكاين الناس اللي سالوهم لهم الاوراق حتى هما عندهم مشكل، كان في هذا الشهر شالوا لهم الاوراق حتى هما كيعانوا من هذا المشكل، وكنطلبوا من السلطات المغربيه باش شوفنا شي حل في اقرب وقت. العمل اللي توقف دابا كلهم تقريبا من نهار بدا هذا الوباء، الشركه ديالنا ما بقاتش سدات، دابا كل شيء جالس. دابا اغلبيه 90% دابا الشركات سادين في سميتو. وكتعرف ان الزوجه اللي تمايا ما كاينش اللي غادي، راك عارف باش تخرج تقدا باش سميتو شويه صعيب، وعندها دري 4 سنين ما يمكنش ليها، وهي حامل ما يمكنش لها تخرج تقدا. اتصلت بالقنصليه الاسبانيه بالدار البيضاء، وعطيتهم المعلومات ديالي وداك الشيء، وانا ولدي وسجلوني. قالت لي راه غادي تكون طياره، غتكون غنديروا رحلات وغادي نتصلوا بكم، وديك الساعه يمكن لكم تمشيو. داروا طائره داروها لمدريد، اغلبيه اللي مشاو فيها غير الاسبانيين ديالهم، مشات من كازابلانكا لمدريد. واتصلت بهم مره اخرى قلت لهم، قال لك لا راه حنا راه صيفطنا هذوك ومازال غنرسلوا الناس اخرين وباقي ما كاين حتى شي نتيجه. اتصلت بهم البارحه والثاني، قال لك خاصك تسجل في الماي ديالهم وتدخل المعلومات ديالك وداك الشيء. درنا نفس سميتو، كاع الناس كيتصلوا اللي معنا في الجروب ما نعاودش لك، ليلا ونهارا كيتسجلوا كيعيطوا وبدون جدوى. ومن هذا المنبر تنطالبوا بالسلطات الاسبانيه والمغربيه، وكنعاود نكررها، باش يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال الناس. الناس كتعاني، كاينين مراض وكاين اللي تقاد لهم حتى من ناحيه الماده ماديا. انا سميتو راه الله يحسن العون، كاين اللي كان كاري في الشمال كاري تما لوطير، كاين بزاف العوامل زعما حتى ماديا ومعنويا الناس تكرفسات. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.